أكدت محامية فلسطين أمام محكمة العدل الدولية الدكتورة نميرة نجم أن البروباغندا الإسرائيلية تحاول إلقاء اللوم على أي طرف غيرها في حصارها على الشعب الفلسطيني. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكدت نجم أن مرافعة مصر عبرت بجدارة عن ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية وأهمها حق تقرير المصير ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي ومنع الخروقات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. كما شددت نجم على أن مصر أوضحت بما لا يدع مجالا للشك في مرافعتها ومذكرتها أن الخروقات الإسرائيلية تؤثر سلبا على مصر، وأن هناك آخرين يعوقون مساعي مصر لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. هي إسرائيل طبعا بتروج وترمي اللوم على أي دولة أخرى غيرها. لا. وأول من يتم إلقاء اللوم عليه وطبعا بسبب الجوار والعلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين يتم إلقاء اللوم على مصر. جاءت المرافعة الشفوية المصرية مؤكدة لما أتى في المرافعة المكتوبة أو المذكرات المكتوبة التي قدمتها مصر التي تؤكد على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية. حق تقرير المصير، عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وقف الاستيطان، وقف العنف، وقف العقاب الجماعي، وقف جميع الخروقات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. عرضت مصر وحقيقة بجدارة من قبل الزميلة ياسمين يونس أن عدد كبير جدا من هذه الخروقات يؤثر سلبا على مصر وليس العكس، لأنه للأسف بسبب البروباغندا الإسرائيلية في الإعلام يتخيل البعض أن مصر من مصلحتها استمرار الحرب أو بقاء الحدود غير آمنة، فهذا تم عرضه بشكل عظيم في المذكرة المصرية لإبراز المواقف الثابتة لمصر من جانب، وكذلك أهمية إلقاء اللوم على من هو المفروض أن يلام، بل أن مصر تبذل قصارى جهدها ولكن هناك آخرين يعيقون هذا المسعى، وأهمية الخروج برأي استشاري ينهي الاحتلال حتى يمكن الحصول على استقرار للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته.